السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة شهر رمضان المبارك، كلنا بنبقى عايزين أثناء فترة الصيام سواء في رمضان أو غير رمضان ما نجيلناش الشعور بالعطش، مش عايزين نحس بالشعور بالعطش، ونبقى عايزين نتعرف إيه هي المشروبات اللي نشربها اللي تساعد على ترطيب الجسم طول اليوم وتقليل الشعور بالعطش. أهلا وسهلا بيكم، معاكم دكتورة سامية سليم، استشاري طب الأطفال والغدد والسمنة، زميل بكلية الطب بجامعة عين شمس، واستشاري تغذية علاجية. إن شاء الله في هذا الفيديو هتناول نقاط معينة، يا ترى إيه هي المشروبات اللي بتساعد على ترطيب الجسم كله وبتقلل من حدة الشعور بالعطش، ومين من المشروبات دي مناسب لمرضى الضغط المرتفع، ومين من المشروبات دي مناسب لمرضى الضغط المنخفض، ومين من المشروبات دي مناسب لينا كلنا، ويا ترى إيه هو المكمل الغذائي الطبيعي اللي ناخده كده عشان يساعد على زيادة إفراز اللعاب في الفم ويساعد على ترطيب الفم طول اليوم وتقليل الشعور بالعطش. أول حاجة من هذه المشروبات لازم نحرص عليها هو المية، لازم نشرب مية كلنا. المية ليها عيار معين، 30 مل لكل كيلو، المفروض يعني أفرج كده من 8 ل 10 كوبايات يوميا، ونشربهم على مدار الفترة بين الفطار والسحور، ما ننسهاش أثناء الفترة دي ونيجي مرة نفتكرها واحدة في السحور، يعني كل ساعة نشرب كوباية كل ساعة نشرب كوباية، ده مهم جدا، لأن لو شربنا كم كبير أثناء السحور أو قبل السحور ده للأسف هيؤدي إلى الشعور بالعطش، لأن لما نشرب لتر مية مرة واحدة أو لتر ونص مية مرة واحدة ده له تأثير مضر للبول، فبالتالي هيقلل نسبة السوائل في الجسم وهيقلل من ترطيب الجسم وهيؤدي إلى الشعور بالعطش. تاني مشروب رائع جدا ويعتبر الطب اللي بيساعد فعلا على ترطيب الجسم طول اليوم وتقليل حدة الشعور بالعطش، وهو مشروب البابونينج. مشروب البابونينج من المشروبات الحلوة قوي اللي بتقلل الشعور بالعطش، وهو له غني جدا بمضادات الأكسدة وبيقلل نسبة الكوليسترول الضار، ومفيد جدا لمرضى الضغط المرتفع، ومفيد جدا لينا كلنا، ومفيد لكل أصحاب الأمراض المزمنة بس من غير سكر طبعا، أو عسل بدون إضافة سكر أو عسل، وده من المشروبات الحلوة قوي نحرص عليها في السحور، بيساعد فعلا على ترطيب الجسم وتقليل حدة الشعور بالعطش. البابونينج فيه منه باكتس بنضعه في كوباية مية ونصب عليه كوباية مية مغلية ونغطيه 5 دقايق ونشربه. المشروب التالت الرائع جدا اللي بيساعد على ترطيب الجسم طول اليوم وتقليل حدة الشعور بالعطش الزنجبيل، وده اتعمل عليه دراسات كتيرة. مشروب الزنجبيل فعلا بيقلل من حدة الشعور بالعطش، وفي نفس الوقت المشروب ده نظرا لاحتوائه على الجنجرول ومواد تانية مضادة للأكسدة، الزنجبيل بيساعد على ارتخاء وتوسيع الأوعية الدموية، فبالتالي مناسب جدا لمرضى الضغط المرتفع. وكتير بتسأل من متابعين الزنجبيل دكتورة بيرفع الضغط؟ لا، الزنجبيل بيخفض الضغط، إلا إذا اللي بيشرب الزنجبيل جاله حساسية من الزنجبيل، في الحالة دي هيرفع له الضغط، لكن بالنسبة لينا عموما الزنجبيل بيخفض الضغط مش بيرفع الضغط. نعمل ازاي بقى مشروب الزنجبيل؟ الزنجبيل فيه منه الطازج، شريحتين من الزنجبيل الطازج، نضيف ليهم كوباية مية مغلية ونغطيهم 5 دقايق ونشربه. أو الزنجبيل الجاف أو البودر، نص معلقة صغيرة من الزنجبيل الجاف أو البودر ونضيف ليه كوباية مية مغلية ونغطيه 5 دقايق ونشربه. بس كل المشروبات اللي أنا ذكرتها واللي أنا هذكرها مهم جدا إن إحنا مش هنضيف ولا سكر ولا عسل على هذه المشروبات عشان نحصل على النتيجة اللي إحنا عايزينها، وهو تقليل حدة العطش أثناء الصيام. طيب المشروب الرائع أيضا مفيد لينا كلنا، وهو مشروب اللبن الرايب. اللبن الرايب من أصل جاموسي، يعني لبن الرايب الجاموسي مفيد جدا جدا أكتر من لبن الرايب اللي هو البقري، نظرا لنوعية الكازين اللي موجودة في اللبن الجاموسي أفضل من نوعية الكازين أو البروتين الموجودة في اللبن الرايب. حلو قوي اللبن الرايب يكون موجود في السحور بتاعنا، من الحاجات الحلوة قوي اللي هي موجودة في السحور بتاعنا، لأن هو مش بس بيساعد على ترطيب الجسم كله وتقليل حدة الشعور بالعطش، ده بيرفع المناعة وبيحسن المزاج ويحسن المود ويحسن الطاقة ويحسن وظيفة الجهاز الهضمي وعملية الهضم والميكروبيوم، حاجة حلوة قوي نحرص عليها كلنا في السحور. المشروب الرائع أيضا اللي بيساعد على ترطيب الجسم كله وتقليل حدة الشعور بالعطش، وهو مشروب العرق السوس. العرق السوس اتعمل عليه دراسات كتيرة، هو معروف إن هو بيعمل احتباس للمية والملح في الجسم وبيقلل فعلا الشعور بالعطش وترطيب الجسم طول اليوم،
بس الفكرة ان مشروب العرق السوس غير مناسب لمرضى الضغط المرتفع، يعني مشروب العرق السوس يتجنبه مرضى الضغط المرتفع، وهو مناسب اكتر لمرضى الضغط المنخفض. يعني الناس اللي ضغطهم منخفض حلو قوي يشربوا العرق السوس في السحور، ده هيرفع لهم الضغط طول اليوم ومش هيحسوا بالدوخة وقلة التركيز والتعب والإرهاق، مناسب ليهم جدا اللي هم أصحاب الضغط المنخفض. طيب المشروب الرائع أيضا وهو مشروب الكركديه، وده مشروب رائع جدا لينا كلنا ومناسب لينا كلنا ومناسب لمرضى الضغط المرتفع، من الحاجات الحلوة قوي التي يجب أن نحرص عليها أنه فعلا بيساعد على تخفيض الضغط. بتسأل بقى كتير، يا ترى الكركديه دكتورة البارد أنسب ولا الكركديه الساخن؟ سواء الكركديه البارد او الكركديه الساخن الاثنين بيساعدوا على تخفيض الضغط المريض الضغط، ان هما بيحتوي على نفس المواد الفعاله. الفكره بس ايه، ان احنا لما نيجي نسخنه ما نسيبهوش يقلب على النار كتير او يغلي كتير، ده بيقلل من فعاليه المواد اللي موجوده في الكركديه اللي بتساعد على تخفيض الضغط. لكن لو استخدمناه عادي زي الشاي الكشري او زي استخدمناه يا دوبك غلى على النار وشلناه، ده قلب بس مره واحده وشلناه، ده هيبقى مناسب جدا لمرضى الضغط المرتفع ومناسب لينا كلنا لو شربناه بمعدل كوبايه واحده. طيب ايه بقى هي افضل المكملات اللي هي تساعد على زياده افراز اللعاب طول اليوم وتقللنا من حده الشعور بالعطش؟ اليود من المكملات الحلوة قوي 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 اللي بتساعد على زيادة إفراز اللعاف بالفم وتقلل من حدة الشعور بالعطش. البديل بتاع اليود الأوميجا 3. الأوميجا 3 أيضا من المكملات الحلوة قوي لو تناولناها في وسط وجبة السحور، لأن الأوميجا 3 عبارة عن زيت السمك وزيت السمك فيه نسبة يود، فلو تناولناها في وسط وجبة السحور ده هيقلل فعلا الشعور بالعطش طول اليوم وهيقلل من حتة الرغبة في شرب المية أو شعور بالعطش طول اليوم. هل بقى في أغذية تانية يجب أن نتجنبها عشان تقلل من حدة الشعور بالعطش وتساعدنا كده أثناء الصيام ما نحسش إن إحنا تعبانين ومجهدين وعايزين نشرب مية ومش قادرين نكمل شغلنا؟ بالإضافة لشرب هذه المشروبات مهم جدا تجنب المقليات، تجنب السكريات، تجنب المملحات، تجنب الأغذية المحفوظة، تجنب الأغذية المعلبة، تجنب الأكياس الموجودة في السوبر ماركت كلها، كل ده بيدي شعور بالعطش. فإحنا لو حرصنا على شرب هذه المشروبات في السحور أو بين الفطار والسحور وتجنبنا هذه الأغذية، ده بفضل الله هيساعدنا كلنا على الشعور بالراحة النفسية أثناء الصيام ويقلل من حدة الشعور بالعطش أثناء الصيام. كل سنة وانتم طيبين، مع تمنياتي لكم جميعا بالصحة والعافية والسعادة وراحة البال، والسلام عليكم.